<applause> اعزائي أو... <تكلم> طلبه طلبات الثانويه العامه اهلا بكم في الحلقه رقم 41 من برنامج مدرس على الهواء صباح الخير على كل طلابنا الاعزاء صباح الخير على كل مدرسي اللغه الانجليزيه اللي يتابعونا واللي احنا كالعاده مستنيين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنو من الكمال النهارده في احدى حلقات المراجعه ضمن البرنامج المكثف لمراجعه نص المنهج هيكون معانا مستر محمد فتح الباب صباح الخير يا مستر اهلا بيكم مشرفنا دايما ان شاء الله ربنا يكرمك يا مستر ربنا يخليك طبعا مستر محمد مجمع لنا مجموعه من الميني تيستس على على المنهج بتاعنا هنشوفهم كده مع بعض ونبدا ايه القي الاسئله ومستر محمد هيبدا يحلل الاسئله اللي هو مجمعها معانا تمام نبدا مع بعض حلقتنا اتفضل يا مستر بيج نمبر 8 هنتناول اي اسئله الاول كده مع مز... مع ذا زي بريزنر اوف <طريق> تمام قصه <تصفح> ساجين سجين زنده والسؤال الاول بيقول لي choose the correct answer what happened a moment after rodolph sapped fred stepped out into the station at تمام هنا بيقول لي طبعا ايه اللي حصل a moment after بعد ما رودولف سابت اند ستيبد اوت يعني خرجوا للستيشن اللي هي المحطه بتاعت بتاعت القطر بتاعت ايه ايه اللي حصل <التأكيد> طيب إيه لما نيجي نقرا كده الاجوبه some men showed russell to the station restaurant soldiers took them on horses men walked up to them ناس جات لهم and walked away again people cheered God save the king هو كل ده حصل بس هو هنا بيسالني بيقول اول ما وصلوا يعني ايه a moment after يعني اول ما وصلوا على طول في كذا حاجه حصلت هنا بقى احنا بنركز الاسئله اللي انا جايبها النهارده بتقيس ازاي الطالب اللي هو ريد ذا تكست اللي قرا النص كويس مش مجرد انه هو سمع النص ان عربي كده سمعه كده وهو فاهمه بالعربي انا عارف الحكايه عارفها لا مم. مم. لا لازم تقرا النص كويس عشان في بقى الالفاظ انا بركز في الاسئله دي على الالفاظ بتاعتي مم. فهنا طبعا في الجمله دي ايه اللي حصل اول حاجه اللي حصل وين ذي reached ذا ستيشن طبعا مان ووكد اب تو ذم <applause> and then walked away again. دي أول حاجة حصلت. تمام. تاني آه، نمبر رود اوف في بعد كده الجنود مشوا بالحصنة. اها. ثيرد ثينج من شوت ذيم ذا واي تو ذا دي تالت حاجة. رابع حاجة ذا آه، الموسيقى عزفت. مم. نمبر خمسة حاجة بيبول تشيرد الناس هتفت يعني لو أربع أنا حاجات حصلوا هو خمس حاجات بس الاجابه الدقيقه علاقه بالسؤال اه خمس هنا. حاجات حدثوا ورا بعض هو قايلهم كده بالترتيب تمام. فهو بيقول افتر اول ما وصلوا على طول اول ما وصلوا على طول يبقى انا عايز الحاجه الاولى م -م. اللي هي الايه اللي هي ليتر سي من وجد اب تو ذيم ذن وجد اوي اجين يعني الطالب لازم يركز دقيق في ايه في جمله ا مومنت افتر ايوه وأنا وفي اسئله جايه تانية دلوقتي هنشوف انا مركز فيها على الالفاظ جميل اه تمام طيب نشوف سؤال كده critical thinking برضو uh, بيقول ايه؟ How do you think the king treated Russendale as a relative؟ اه احنا قلنا السؤال ده ازاي عامله كقريبه؟ احنا قلنا قبل كده ان هو he welcomed him at the forest يعني رحب بيه في الغابه اند تريتد هيم زي ما قلنا قبل كده ان هو ايه؟ تريتد هيم to dinner وعملوا ايه؟ او عزموا على الايه؟ على العشاء. تمام. تمام. طيب اوكي نشوف الجزئيه بتاعت الترجمه كده بقى نستاذن حضرتك توضحها لنا على السبوره تمام ماشي اه هنا طبعا في اه طبعا في الترجمه اللي عندنا النهارده ويتلسنس كوزس نوزيا، vomiting and lethargy اه اغلب الكلمات ديت خدناها في يونت 7 ويتلسنس اه اه اللي هي انعدام الوزن جميل causes بيسبب نوزيا اللي هو الايه الغثيان Uh, vomiting اللي هو القيء mm -hmm. lethargy uh, الخمول او الكسل mm -hmm. او النعاس ممكن it then turns into ثم بعد ذلك يتحول الى turns into muscle atrophy يعني mm -hmm. ضمور العضلات mm -hmm. acute red blood cell failure وفشل حاد في كرات الدم الحمراء mm -hmm. acute تمام يعني حاد and a collapse when you are اوف ذا اميون سيستم انهيار في اميون سيستم اللي هو جهاز المناعه. <applause> لما نيجي كده نكتب الكلام دوت يبقى نبدا كده زي ما قلنا بال بالفعل في الاول يسبب انعدام الوزن الوزن, الوزن الغثيان والقيء والخمول ثم يتحول الى ضمور العضلات وفشل حاد في كرات الدم الحمراء ممكن نقول تكسير حاد او كسر حاد في كرات الدم الحمراء وانهيار وانهيار لجهاز المناعه نقول تاني هوت ويتلسنس causes nausea <متعين> انعدام ال... الوزن يسبب نوزيا الغثيان vomiting القيء and lethargy الخمول <متعين> uh, it then turns into وبعد ذلك يتحول الى muscle atrophy ضمور العضلات <متعين> acute red blood cell failure وتكسير حاد في كرة الدم الحمراء and the collapse وانهيار اوف of the immune system جهاز المناعه uh, <متعين> ديت اللي هي الايه الاولى تنشر بعض مواقع التواصل الاجتماعي الاكاذيب والفتن في المجتمع مما يؤثر سلبيا على استقرار المجتمع. طب هنا زي ما احنا عارفين في لما نيجي نبدا بنبدا طبعا باللي هو السبجكت اهيت اللي هي مواقع التواصل الاجتماعي. نكتب كده هي some social networking sites Spread, publish mm -hmm. lies, the and dissensions, in the fitan, in the society, in the society, fil muktama, which has a negative impact. أو effect تأثير مم. on the stability of the society تؤثر على استقرار المجتمع نقولها مم. تاني بقى اهوت عندنا بيقول some uh, social اهوت some uh, social networking sites بعد مواقع التواصل الاجتماعي spread lies بتنشر تنشر الاكاذيب الاكاذيب and dissensions اللي هو ايه طبعا الفتن <applause> الفتن في كلمه ثانيه فتن سترايف فتنه <applause> وكلمه سيديشن فتنه ممكن نقولهم كده هوت كلمة ايه سيديشن بس دي خلي بالك دي uncountable يعني دي كلمات مش لا تعد ما ينفعش نحط لها اس ديسينشنز uh, dissensions in سوسايتي the society which has a negative امباكت لها تاثير طبعا سلبي اون ذا ستابيليتي على استقرار المجتمع خلي بالك برضو من الحاجات دي اتفضل يا استاذ محمد ماشي ننتقل لبيج نمبر 9 صفحه رقم 9 تيست 5 ونرجع تاني لجمل تشوز ذا كوريكت انسر تمام سنتنس نمبر 1 بتقول اي دونت لايك نوت 8 طبعا ودي جت في امتحان مصر سنه 2015. تمام. اي دونت لايك انا مش بحب ات ما بحبش ان انا عايز اقول كده بيبول لافنج ات لو عايز اقول بيبول لافنج ات يبقى بيبول بيبول لافنج ات مي هافينج لافد ولا بينج لافد ولا بيبول لافد عايز اقول في الجمله ديت ان انا ما بحبش يضحك عليا. تمام <applause> يبقى هنا طبعا احنا عارفين ان كلمه لايك like بيجي بعدها جيرانت او طول <applause> مصدر ينفع الاثنين. طيب انا عايز بقى اعملها باسف طب احنا عارفين الباسف بيبقى فيرب تو بي والتصريف الثالث معانا للفعل يبقى هنا طبعا ما عنديش غير ما فيش غير فيرب تو بي نمبر سي إيه يبقى انا تر. ما بحبش ايه قاعد يضحك عليا ويسخر مني ايوه يسخر مني, يعني. ايوه يسخر مني. <تصفيق> <تصفيق> طيب سنتنس <ثانية>. نمبر 2 بيقول <applause> oh, the girl by the victim was a reporter اه الجمله الثانيه هنا برضو فيها فكره حلوه بيقول the girl بنت by the victim was اري بورتر. آه البنت اللي المفروض اي طالب هيشوفها كده يقول البنت اللي اتشافت بواسطه الفيكتيم الضحيه مهم. ووز اري بورتر كانت صحفيه. مهم. طيب ما أنا لو خدت مثلا ووز سين هقول ايه البنت اللي اتشافت عن طريق البنت اتشافت عن طريق الضحيه، ايه ووز تاني؟ ملحاش لازمه ووز تاني؟ مالهاش لازمه، ما ينفعش احط فعلين في جمله واحده. مهم. البنت اتشافت جنب الضحيه خلاص واسكت. تمام المفروض هنا في الجمله البنت التي تم رؤيتها عن طريق كذا مضحك. تمام ووز اريبورتر إيه. ريبورتر اولا هنا كلمه باي تدي لي معنى اللي هي بجوار هنا يعني مش معناها باي بمعنى آه هنا باي معناها بجوار الضحيه يعني واحده ماتت او عملت حادثه او كده فهنا معناها ايه اصلا ايه معناها بجوار فهنا المفروض الجمله اقولها ازاي ذا جيرل هو ووز Seen. سين كان المفروض كده او ذات ووز سين مظبوط عشان في فيرب تاني في الجمله هو ووز فطبعا مم. هنا عملت ايه هو احنا عارفين خدنا في الريلاتيف كلوز ان انا ممكن اشيل الريلاتيف كلوز واشيل معاها الفيرب تو بي واخلي الايه الباست طبعا عشان يبقى كادجكتيف يشتغل كادجكتيف يبقى البنت المشاهده بجوار اللي تم رؤيتها <applause> يبقى هنا طبعا الاجابه الصحيحه اللي هي كلمه ايه سين عشان افرح كده على طول اشوف ذا اه ذا جيرل باي بواسطه يبقى أوس السين على طول احنا جميل. مغمضين استنى امشي في الجمله في فعل تاني في الجمله لا تستنى مظبوط ما ينفعش فعلين في ايه في جمله واحده الا لو في رابط جميل سنتنس نمبر 3 بتقول They know the house decorated when they moved into it. تمام. They know the house decorated when they move into it هم هيدهنوا البيت او يخلوا البيت يدهن معنى الكلام لما يعزلوا فيه تمام, تمام. طيب هنا عندنا في الجمله طبعا ده كوزاتيف واضح جدا ان ده كوزاتيف هاف والاوبجكت والباست التصريف الثالث معايا طيب انا عايز هنا هاف طب ما ممكن تنفع ويل هاف وهاد هاد وير هافينج وود هاف كلهم فيهم هاف <applause> باختلاف بقى الازمنه يبقى نرجع تاني للايه؟ للازمنه بتاعتي اصرف هاف او اشكل هاف على الجو اللي يناسب الجمله طيب نرجع كده نشوف هنا عندنا في هنا رابط ون جه بعديها بريزنت مضارع يا ترى المضارع انا لسه قايلين من في الحلقه اللي فاتت ان المضارع هاخده النص الناحيه الثانيه ما. ماضي ما ينفعش تمام ما ينفعش ان انا المضارع نص مضارع ونص ماضي وفي رابط في النص ما ينفعش مع بعضيهم يبقى انا مم. هنا هدور المضارع ممكن يتشكل مع مين ممكن يجي مع مين في جمله الفيوتشر المستقبل المستقبل يبقى ايه ويل هاف تمام اما ازمنه الماضي بتركب مع بعضيها لو ماضي مستمر بقى الناحيه الثانيه ماضي بسيط، ماضي تام يبقى ماضي بسيط. مهم. ماضي بسيط ماضي بسيط، الماضي مع بعضيه تمام والمضارع مع بعضيه والمستقبل، مضارع اخو المستقبل. جميل قريبين من بعض. تمام م. يبقى الاجابه طبعا هنا Letter A will have. have تمام. تمام. نمبر نمبر four بيقول My daughter feels so happy when I have هير نقط my mobile phone. تمام ااا آآ ماي دوتر فيدس سو هابي، هنا برضو بن بنراجع الكوزيتيف. بنتي ماي دوتر فيل سو هابي شعرت بالسعاده وانا اي هاف هير لما بخليها تستخدم ولا تستخدم 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 يبقى مزروح. هنا عايز هنا عايز هنا اكتف معلوم احنا طبعا يبقى هاف احنا واخدين والسبجكت الفاعل وبعد كده الانفينيتيف اللي هو الايه او البيس فورم اللي هو المصدر بتاعي يبقى انا بخليها تستخدم بجعلها تستخدم يبقى اي هاف هير use جميل طيب انا لو هنا غيرت كلمه هاف هنا اللي هي في الجمله وخليتها جيت يبقى اي جيت هير يبقى تو يوز انا جعلتها هما الاثنين نفس المعنى هاف هير يوز جعلتها تستخدم او جيت هير تو يوز تمام افتكر كده ان جيت اخرها تي يبقى تاخد معاها تو اللي فيها تي تمام عشان ايه ما تنساش اوكي تمام سنتنس نمبر 5 بتقول it not that people have lived here for centuries تمام يقال ودي جت في السودان طبعا في 2011 2011 مظبوط اللي بي المنهج بتاعها زي ايه مصر؟ ات not that people have lived here for centuries طبعا ات نو no يعرف ات ده غير عاقل معروفه اهي ات غير عاقل ما ينفعش اقول الشيء يعرف ولا يعرف. يعرف؟ يعرف يعرف يبقى هنا طبعا انا عايز باسف. الباسف يبقى verb to be والpast participle يبقى الإجابة الصحيحة عندي ما تنفعش غير it is known تمام نمبر سي ليتر سي جميل ننتقل لبيج نمبر 10 صفحة رقم 10 ونشوف oh. the prisoner of Zinda أول سؤال عندي the prisoner of Zinda choose the correct answer السؤال بيقول uh, compared to what did Rasindel's uniform seem white and clean اه oh, يعني هنا اللي بيقول ان الزي بتاع راسند مقارنه بايه كان ابيض ونظيف <applause> هو قال الكلام دوت في الـ لما or or آه ايوه لما دخل راسند الاولد بارت اللي هو الجزء القديم <applause> قال كده في البدايه راسندلز كلوز اللي الملابس بتاع راسندل سيم دي كانت تبدو وايت اند كليند كومبيرد تو مقارنه بيه طب نشوف بقى الاجابات تو ذا اولد بيلدينج سراوند هيم ذا ديرتي كلوز بيبل وور ملابس متسخه لناس لبستها ولا كانت لابساها ولا كانت المباني ولا تو ذا نيو بيلدينجز اراوند هن المباني الجديده ولا تو ذا نارو ستريتس هي رود اون ولا الشوارع الضيقه اللي هو مشي فيها هو اتقال كده في بالنص قال ايه ماي كلوز وير او سي كلين اند وايت كومبيرد تو ذا اولد بيلدينجز اراوند يعني مقارنه بالمباني اللي ايه اللي هي اللي كانت قديمه ومتسخه حواليا يبقى طبعا الاجابه هنا لتر اي اول حاجه جميل أه تاني جملة عندي بتقول نمبر 2 while they were in the coach what did the princess notice that russendale logged تمام while they were in the coach وهم في العربية الحنطور ديت. what did the princess notice that russendale logged يعني هي لحظة ان russendale شكله عامل ازاي او إيه اللي فيه uh, like a real king زي الملك الحقيقي ولا different and young مختلف وصغير ولا ثينر اند فانير يعني ارفع وفانير ومرح اكثر مرحا مور تايرد اند سيريوس ولا اكثر متعب, متعب واكثر جديه بقى جد واخد الامور ايه بجديه طبعا هو <applause> الذكر هنا يعني اه في ممكن نقول different ماشي بس مش يونج ما قالتش يونج هي هي قالت ممكن thinner بس ما قالتش فانير اه <applause> <applause> فهنا الاجابه بقى احنا عايزين ان انا بنبحث هنا على الادق <applause> <applause> انا بركز بقى واحنا بنقرا واحنا القصه او النوفل بتاعتنا بريزنر اوف زند عايزه تعمل ايه؟ مش مجرد بس ان انا اقعد اسمعها بالعربي كتير او اقراها بالعربي او حتى اقراها بالانجليزي كتير، اه القرايه بتاعت التكست دي اهم حاجه ان انت ريدنج ذا تكست دي اهم حاجه يعني اهم حاجه حتى من الاسئله بس اهم من كمان القرايه اللي هو الحل لان الحل هو اللي يطلع لك هترجع تاني تبص على النص وتشوف الحتت الصغيره اللي فاتت منك وانت قريت يبقى يعني هنا طبعا الاجابه هنا نمبر ليتر دي مور تاير ذان ذا سيريس تمام جميل طيب سنتس نمبر 3 بتقول واي ديد سابت and راسندل تيك ذا هورسز انتو ذا دارك تريز اند ويت كوايتلي تمام هنا طبعا خدنا في الفصل هنا لما سابت وراسندل سمعوا طبعا هيرد some نويز بيهايند ذيم يعني سمعوا صوت وراهم وسبت طبعاً بوت هيز ايرز اون ذا جراوند اند تولد that ذي هاف تو هورسز about two كيلومترز على بعد ايه 2 كيلومتر في كام؟ في آه حصانين دي حاجة حربية بقى بيعرفها الجنود ووصلوا عند الفورك التشعب آه طبعاً سبت قال له جيت اوف يور هورسز مع الحصان آه وخدوا كده وراحوا ايه هاد بيهايند دارك تريز استخبوا ورا شجرة كده عشان ايه ليه بقى استخبى ورا شجره ليه آه طبعا ادي الاجابات بيقول تو سي ذا جان عشان نشوف المسدس تو سي ذا هورس تو سي الحصان تو سي ذا رود شوفوا الطريق تو سي ذا مون شوفوا القمر مش القمر طبعا اكيد طبعا <تصفيق> <تصفيق> فطبعا هنا لو واحد مثلا طالب هيقول لك ايه اجري إيه بسرعه هورس هيشوف شوف الحصان يا باشا هنا كاتب لك ايه ركز ذا هورس هم ما كانوش هورس واحد <applause> هم كانوا اثنين فما تمام. جريش بسرعه ايه واخد كلمه هورس وخلاص اركز اركز مهم. يبقى هنا طبعا الاجابه الصحيحه لتربي بي تو سي ذا عشان نشوف الطريق وراه ايه اللي جاي وراه مهم. ايه اللي رايح هنا الطريق. اه تستكشفوا الطريق تمام. تمام طيب سؤال الترجمه ده هنستاذن حضرتك توضحه لنا على السبوره برده عشان يبقى بشكل افضل بالنسبه للطلبه بتاعتنا تمام هنا طبعا في جمله الترجمه اللي عندنا بيقول فيها educational تكنولوجي involves طبعا التكنولوجيا التعليميه تمام اه انفولفز تتضمن او تشمل ذا ديسيبليند ابلكيشن تطبيق منظم ديسيبليند ابلكيشن اوف نوليدج تطبيق منظم للمعرفه المعرفة. او للمعلومات فور ذا بيربز لغرض مم. او لاجل اوف امبروفينج ليرنينج لغرض التعليم. تحسين التعليم يبقى لما اجي كده اتكلم نترجمها بقى مع بعضينا تاني اهوت يبقى التكنولوجيا تتضمن تكنولوجيا؟ اه نبدا صح كده بالفيرب الاول م. تتضمن إيه تتضمن التكنولوجيا التعليميه او استخدام التكنولوجيا في التعليم اوكي برضو اهوت تتضمن التكنولوجيا التعليمية التطبيق التطبيق المنظم المعرفة لأجل أو لغرض ممكن أقول كده لغرض تحسين التعليم او ممكن اقول انا احط من عندي العمليه التعليميه تمام جميل تمام طيب. نقراها ان انجلش تاني بقى تمام نقول كده educational technology involves تشمل او تتضمن التكنولوجيا مم. التعليميه the disciplined application التطبيق المنظم of knowledge للمعرفه مم. for the purpose لاجل والغرض the purpose of improving learning لغرض تحسين التعليم تمام تمام اتفضل يا مستر استريح هننتقل لبيج نمبر 11 صفحه رقم 11 تيست نمبر 6 ونرجع تاني لسؤال choose the correct answer تمام سنتنس نمبر 1 بتقول the play display good drama but it is historically اه بيقول كده على المسرحيه ديسبلاي بتعرض جود دراما يعني آه يعني مسرح كويس او دراما كويسه بات ات از هيستوريكلي ولكن يبقى لكن بعد كلمه بات بتيجي مصايب عكس الايه عكس الجمله الاولانيه خالص يبقى اه مه. كويسه تمام بس في مشكله بعد بات في مشكله هيستوريكلي بقى ايه يبقى حاجه مش حلوه طبعا لازم طب ايه اه هنا اكريت دقيقه ولا ان اكريت يبقى غير دقيقه يبقى طبعا لكن الثانية طبعا accurately حال ما ينفعش ايه ما ينفعش احط اثنين ادفرب ورا بعض يوم الا لو كان ظروف درجة يعني accuracy اللي هي الدقة نفسها لا نفسه. لا طبعا احنا عايزين هنا في هنا adverb فبعد ال بيجي adjective مه. يبقى inaccurate جميل تمام يعني غير دقيقة تاريخية ولكن غير دقيقة تاريخية تمام سنتس نمبر 2 بتقول يو ناو بي 30 باوند تو جيت يور هير نقط اه انت دلوقتي بتدفع you be 30 pounds تدفع 30 جنيه تو جيت يور هير عشان تخلي شعرك يقص ولا يتقص يتقص اه يقص يبقى يعني عايز مم. هنا باسيف تمام احنا كنا لسه واخدين من شويه جيت تمام كنت بقول لحضرتك جيت بيجي معاها مين مم. تو صح كده بس ده لما يبقى شيء اه لما يكون هنا سبجكت يعني ما يكون سوري فعل آه ايوه فعل ايوه شخص أه. آه انا خليت بنتي تستخدم الموبايل اي جات ماي دوتر to use طب لما لما ابدا لما استخدم الموبايل يبقى اي جات ذا موبايل يوزد يستخدم هنا نفس الحكايه عن نشوف بقى يور هير شعرك يعمل ايه؟ احنا لسه قلنا ايه؟ يقص يبقى الشعر ما بيقصش بيقص يعني مبني المجهول طيب مبني المجهول احنا عارفين مبني المجهول خدناه بيجي معاه فيرب تو بي والتصريف الثالث في الكوزيتيف مش بناخد فيرب تو بي احنا بناخد الايه؟ بن بي بي ناخد التصريف الثالث. فين تمام. التصريف الثالث؟ هنا الباست بارتسيبل اللي هو كلمة مم. إيه؟ كلمة كات. يبقى بتخلي شعرك يقص. جيت يور هير كات. تمام. اللي تربي. أيوه اللي تربي. تمام. اللي تربي. طيب سنتس نمبر سي بتقول موف نق تو ذا فرونت أوف ذا ترين. آه اتحرك لقدام في القطر فرونت قدام. مم. تمام؟ يبقى فرونت قدام يبقى أطلع لقدام يبقى اسمها إيه طبعًا فورورد. لو قال مم. لي باك يبقى إيه؟ باكورد يبقى إيه؟ للخلف.

قبيحه أو اه او يعني ايه اللي م. ما عندهاش كده بعد ما كالت وخ... <applause> كالت كل الحاجات دلوقتي جايه تقول <applause> طب يبقى طبعا هنقول ايه قالت ان الاكل وحش طبعا م -م. بعد ما كالت وخلصت وشبعت وغسلت ايديها قالت الاكل وحش م -م. ده ايه ده تمام طبعا... اه يبقى ايه طبعا قالت ان الاكل مش كويس يبقى تيستفل نو تيستي ولا تيستينج طبعا الاجابه الصحيحه اللي هي ايه تيستلس تيست يعني ايه هات الاكل مش حلو ملوش طعم ما يبقاش لم تتذوقوا اه لا يبقى ليتر سي اللي هي ايه تيستلس تمام سنتنس نمبر 5 بيقول هي از سو نوت بينج اوفر 90 ييرز اولد هي كان هاردلي موف اراوند تمام هي از سو كذا بينج اوفر 90 ييرز اولد عنده اكتر من 90 سنه هي كان هاردلي موف اراوند ما بعرفش اتحرك يبقى هو ايه بقى هوبفل عنده امل هوربل يعني فظيع او كده فيرلس ما بيخافش ولا باورلس يعني طبعا الاجابه الصحيحة هنا باورلس يعني ايه باورلس الراجل مثلا يعني ما عندوش قوه ان هو يمشي ده فوق ال90 يبقى هي از سو باورلس مفيش خالص تمام جميل سنتنس نمبر 6 بيقول وي ار نوت ذات هي مايت هاف ان اكسيدنت وي ار كذا ذات هي مايت احنا خايفين احسن يكون يعمل حادثه تمام يبقى ايه فيرفول <applause> بي يعني احنا ايه خايفين فيرفول <applause> معناها يشعر بالخوف جميل طيب ننتقل لصفحه رقم 12 بيدج نمبر 12 ونشوف سؤال ذا <applause> بريزنر اوف زيندا القصه اول سؤال تشوز ذا كوريكت انسر سنتنس نمبر 1 بيقول لي بقى وات شوت ذات ذا فارمر سو كايند تو راسندل اند ساب اه وات شوت ذات ذا فارمر اللي يورينا اني فارمر اللي هو الفلاح اللي هم استريحوا عنده في الفورم بتاعته بعد م -م. ما طبعا uh, they went from uh, the hunting lodge بعد ما سابوا ال hunting lodge and uh, they were going back to sterile Sow, راجعين sterile Sow uh, to make Rossendale عشان يخلوا Rossendale complete the rule of the king يكمل دور, دور الملك. الملك. طبعا uh, Rossendale uh, covered his face saying that he What has a bad tooth. tooth قال للفلاح ان انا سنتي وجعاني لف وشه عشان ما حدش يعرفه م -م. طبعا وقال له ان انا طبعا ايه تعبان وكده فهم طلبوا منه ايه؟ وهو خلاهم ايه؟ تمام؟ طيب آه هنا اي طالب هيبص كده هيقول هي ليت ذيم سليب خلاهم يناموا هي ليت ذيم ايت خلاهم ياكلوا هي ليت ذيم رست خلاهم يستريحوا هي ليت ذيم ليف هو مكتوب في القصه طبعا عايزه برضو تركيز آه الاغلب ان هم راحوا المزرعه وكلوا مم. فاي طالب لو قرا كده على طول هيقول اه الراجل كان طيب وكلهم لا هو في الالفاظ بقى في في النص ازاي بيقول ايه زي قال وي اسكيد هيم فور فود اند هي ليت اس ريست طلبنا احنا اللي طلبنا الاكل قالنا وهو خلينا استريح طب هنا السؤال ايه م -م -م. بيقول ايه وطبعا وات شود ذا فارمر وذ سو إيه اللي خلى الفلاح اظهر ان الفلاح تمام كاين هو هو بيسال على الفلاح الفلاح م -م عمل سريح. ايه اه يبقى هي ليت ذيم ريست اللي تربي اللي هم ايه خلاهم يستريحوا تمام سنتنس نمبر 2 وير ساب سابت بوت ذا كي ان تو جو باك انسايد ذا بالاس اه وهو داخل البلس لما طبعا في ذا جيرني باك تو ذا بالاس رحله الرجوع للبالاس المفتاح استخدم مفتاح في السيكريت باسج الممر السري دوت اللي هي اللي هو البانلز اللي كان في لوحه وراها سيكريت باسج اللي هو الممر السري اللي كان سابت يعرفه من ايام ذا اولد كينج الملك الكبير <applause> كان بينتهي كده طبعا قال كده the passage ended in a wooden door يعني كانت ايه فيها بوابه خشبيه, خشبية. يبقى هو استخدم المفتاح عشان يفتح البوابه الخشبيه طبعا يبقى in letter C in the wooden door حط المفتاح في الودن <applause> دا دا. دور الباب الخشب جميل اوكي نمبر 3 what did a stalemate مين mean according to Fred? تمام <applause> ايه معنى كلمه ستيل ميت مين؟ كلمه ستيل اللي هي الورطه مأزق قفله <applause> معناها ايه بالنسبه لفريتز فريتز قال لما عارفين طبعا لما بيتكلم طبعا عن كانوا بيتكلموا لما رجع تاني راسندل ريتيرنت باك تو ذا بالاس اند فريتز مستو كيم فور ذا كينج اتلخبط فيه وقال ان هو الملك وكده وعرف ان هو راسندل وقعدوا حكوا له ان احنا مش هينفع ان احنا نقول ان راسندل هو الملك قال اتس ا ستيل ميت ده مأزق وارتا نو وان كان دو اني ثينج وي كانت سي آه مايكل Michael kidnapped the king and Michael can't say Michael ما يقدرش يقول that Rassendil wasn't the king ما حدش يقدر يعمل حاجة لا احنا مم. نقدر نقول ولا هم يقدروا يقولوا هو يقصد ايه بقى بكلمة still mate اهوت اللي طبعا letter آه D اللي هي no one can do anything ما حدش يقدر, يقدر يعمل, يعمل, حاجة تمام مم. طيب نشوف كده سؤال critical thinking مع بعض بيقول why do you think that says to Rassendil if you are a man you can save the king تمام طبعا هنا لما راسنديل ما كانش عايز يرجع تاني ف السبت كده قعد يستعطفه يعني قال له حط ايده كده put his hand on the shoulder of uh, راسنديل and they, uh, looked at his eyes and said if you are a man لو انت راجل ارجع كذا فيا ترى هنا بيسالني هو ليه قال له الكلمه دي؟ <applause> he wanted to encourage him جميل. كان عايز يشجعه جميل. he wanted to encourage him to return back and save the king كان يعني عايز يشجعه ان هو يعني فبيقول له الكلمه دي عشان as encouragement as encouragement نوع من انواع التشجيع اه نوع من انواع التشجيع تمام تمام طيب ننتقل لسؤال الترجمه ونتفضل نتفضل حضرتك حلله لنا على السبوره آه بيقول هنا في الجمله آه ليس امام البشر من خيار آه سوى التكيف على التطرف المناخي برد قارس او حر شديد لا يطاق آه طبعا آه هنا البشر اللي هم الناس يعني بيبول او هيومنز تمام يبقى ابدا كده الجمله ازاي بطبعا السبجكت اللي هو الفاعل يبقى نبدا ازاي هيومنز نمسح دوت كده هيومنز اللي هم البشر او بيبول لو انا مش عارف كده هيومنز هاف no choice ما فيش اختيار but إلا but هنا معناها وإلا <applause> to adapt أو to adjust الاثنين واحد تو ذا اكستريم climate اللي هو البرد اللي أو المناخ اللي هو الشديد او المتطرف with برد uh, قارس يعني البرد الشديد بيسموه كده طبعا uh, dreadful cold or او unbearable unbearable heat طاقة او الحراره الغير محتمله <applause> unbearable heat نرى تاني كده مع بعضينا بقى humans have no choice او ليس امام البشر من خيار او اختيار but الا طبعا اذا طبعا adapt but to adapt الا انهم يتكيفوا to the extreme climate المناخ اللي هو المتطرف with dreadful be dreadful cold اللي هو البرد القارس بارد. or unbearable heat او اللي هو اللي الحراره اللي اللي الحرارة, اللي الحراره اللي هي طبعا لا تطاق تمام تمام هناخد بقى دلوقتي كده شوية كده ترانزليشن ترجمة برضو من الحاجات المهمة هنكتبهم هنا مع بعض بقى على السبورة عندنا هنا في أول واحدة كده بي ايكونوميكال اوفر Spending leads to endless financial problems. Number one, be economical. Overspending uh, leads to endless financial. Uh, problems يعني طبعا تعالى كده واحده واحده بيكونوميكال يعني كون اقتصادي اقتصادي يعني, يعني خليك عل... مش على قدك مه. تمام اوفر سبيندنج اللي هو افراط يعني الاسراف ايوه تمام ليدز تو اندلس فاينانشال بروبلمز يؤدي الى مشاكل المالية. ماليه, لا تنتهي اندلس لا تنتهي تمام تيجي بقى نترجمها واحده واحده كده يبقى ايه كن اهوت كن ممكن نقول مدبرا كده او اقتصاديا اهو تمام كن اقتصاديا فالاسراف او يجب عليك ان تقتصد تمام يجب عليك ان تقتصد تمام يجب ممكن نكتب كده يجب عليك ان تقتصد تمام مستر احمد قال لا ممكن بصياغه اجمل يجب عليك ان تقتصد فالاسراف يؤدي إلى مشاكل مالية لا نهاية لها أو لا تنتهي تمام جميل. جميل. جميل يبقى دي أو نقولها تاني بي ايكونوميكال كن اقتصاديا يعني مدبر آآ آآ في فرق طبعا بين ايكونوميكال وايكونوميك عشان هو لما تجيلك كده في العكس بقى تجيلك بالعربي يعني يجب ان تكون اقتصادي او مثلا هذه السياره تعتبر اقتصاديه في استخدام الوقود فما ينفعش اقول بقى ايكونوميك ايكونوميك دي خاص بمجال الاقتصاد او مثلا ايكونوميك بروبلمز مشاكل اقتصاديه خاصه بالاقتصاد تمام, تمام؟ يبقى دي كلمه ايكونوميك لكن بيوفر حاجه بتوفر حاجه على قدها ماشي على قدها شخص موفر او شيء موفر للطاقه الوقود للميه لكده بقول ايه ايكونوميكال ده ممكن الفرق بين الاثنين طيب نكتب بقى الثانيه بيقول كده في هنا في الجمله ديت ماس ميديا بليز A vital rule in spreading awareness among people Mass media معروفة mass media اللي هي وسائل الإعلام تمام plays a vital rule يعني vital دور طبعا فيتال معناها حيوي, حيوي. رول يعني دور دور, دور حيوي ان سبريدنج في نشر اورنس يعني الوعي, الوعي among people بين الناس نقول تاني ماس ميديا وسائل الاعلام بليز طبعا هي كلمه ميديا ساعات تعمل مفرد وساعات تعمل جمع بس هي اغلب احوالها بتعامل جمع يعني خلي بالك من النقطه ديت ممكن تعمل كده لكن اغلب احوالها بتعامل معامله الجمع يعني بليز صح برضو لكن في اغلب احوالها بتعامل معامله الجمع ماس ميديا آه طبعا بلاي افايتر رول ان سبريدنج اوايرنس امنج بيبل في نشر الوعي بين الناس نكتبها بقى كده مع بعضينا نكتبها ازاي طيب نبدا ازاي يا مستر طبعا زي ما انت آه تلعب تلعب صح كده بنبدا بالفيرب الاول بالفعل الاول تلعب أوكي. وسائل الاعلام دور حيوي, حيوي. آه في, في نشر, في نشر. الوعي الوعي بين الناس تمام دي طبعا برضو من الحاجات اللي هي المهمه في الترجمه بتاعتنا اه ناخد بقى نمبر 3 كده برضو في الترجمه عشان سؤال الترجمه طبعا مهم جدا وده وقت طبعا حفظ الكلمات واهم حاجه الحفظ... اه واهم حاجه كمان من اللي هو حفظ الكلمات اللي هو ان انت تحل كتير م. ان انت لما تتعرض لحل في الترجمه هيقف قدامك كلمة فانت مش عارفها فهتروح تدور عليها. لكن انت تفضل مثلا تحشي تحشي تحفظ تحفظ, تحفظ من غير ما تطبق ده مش صح. انت تحل عارف. اه لازم تمارس صح وتحل اكتر هو ده اللي هيجيب المستوى. طيب نقول بعد كده whoever, whoever gives up gives up his country in the time of its distress is ungrateful برضو الجمل بسيطة بس بنستفاد بها بالنيو فوكاب الكلمات الجديدة بتاعتها ممكن تجيني في جملة تانية تجيني في قطعة مش لازم تيجي في الترجمة بنفس الأسلوب طيب Whoever gives up his country. whoever يعني أي حد أي شخص whoever gives up his country من يقلع أو يتخلى يقلع يتخلى برافو يا مستر كده تمام يتخلى لازم كده أشوف السياق مش أنا يعني عارف جيف أب يعني أستسلم ومعنى ومعنى يقلع وكده كده لكن نشوف هنا السياق ماشي مع إيه مش يقلع عن بلده لأ تمام يتخلى, يتخلى عن إيه عن بلده أو وطنه من يتخلى عن وطنه in the time of its distress في وقت مم. ديسترس اكيد ديسترس دي حاجه حلوه لا طبعا آه حاجه وحشه مم. تخلى عن بلده في ايه في وقت الايه الشد I'm something like should. اه ممكن نقول في وقت الشدة ديسترس معناها المحن او الازمه اه او في الوقت وقت الازمات هي مم. ديسترس معناها محنه مم. في محنتها تمام آمام. Is ungrateful. يعني ايه ان يعني غير شاكر للجميل اه نا ايوه ناكر للجميل اكيد مش حلو طبعا يعني هنقول برضو ايه ممكن لو انا مش عارفها اقول مثلا شخص سيء آه لا, لا ما عندوش عرفان بالجميل كده طبعا ممكن نقول اي حاجه كده يبقى تعالى نشوف بقى كده نكتبها كده آه نكتبها ازاي من يتخلى عن بلده من يتخلى عن بلده او وطنه تمام ممكن اكتبها كده وطنه في وقت الشده او المحنة يعتبر ناكر للجميل آه آه يعد او ممكن نبدأ الجملة يعتبر الشخص م. ناكر للجميل اذا تخلى عن بلده في وقت الشدة الشدة احسن آه. تمام اه ممكن نقولها كده نكتبها كده من الاول يعتبر الشخص كده يعتبر الشخص ناكر للجميل اذا تخلى عن بلده في وقت المحن او وقت طبعًا. الشده طبعا دي من اجمل الجمل اللي ممكن ننهي بيها الحلقه بتاعتنا أوه طبعا ودي رساله موجهه لكل الشعب المصري وكل الناس اللي عايشه في مصر ان هي ما عن الوطن بتاعها تمام. وقت الشده اتفضل يا استاذ محمد استريح طبعا عايزين نقول لكم ان احنا دلوقتي بقى لنا حوالي اربع او خمس حلقات بنراجع في المنهج بتاع الانجليزي ولسه يعتبر مكملين وعايزين نقول لكم ان الجمل دي كلها يعتبر مستوحاه من كتاب مدرس على الهوا اللي احنا يعتبر عاملينه الاستاف بتاع اللغه الانجليزيه في البرنامج ولسه في حلقات مراجعه طبعا ان شاء الله مكملين فيها ومستر محمد فتح الباب احد مؤلفي كتاب مدرس على الهوا ممكن يكلمنا عنه في نبذه قصيره. طبعا كتاب مدرس على الهوا هو طبعا جامع بيتكون طبعا من كذا امتحان شامل على المنهج كله، في طبعا امتحانات الورك بوك وكل وفي كمان عندنا على كل وحدة أسئلة طبعا على الكلمات على الفوكاب وأسئلة على الجرامر، أسئلة قوية جدا يعني مش مش سهلة ومش صعبة، أسئلة امتحانات فعلا م. كل المشتركين فيها من الأستاف هنا اللي طبعا ناس كوادر طبعا وكله كل واحد حاطط البصمة بتاعته <applause> فطبعا يعتبر عصير عصير كل الكوادر ديت آه آه نتاج خبرات آه كله نتاج الخبرات كلها فطبعا كل واحد طبعا حاطط بصمته فده طبعا هيبقى في استفاده او في صالح الطالب. كمان <applause> في اجابات يعني هيبقى في ملزمه للاجابات ملحق, ملحق, الإجابات مع كتاب ملحق, كتاب ملحق يعني. للاجابات موجود مع بشكل منظم جدا والطباعه يعني جميله جدا ورق ابيض وواضح وجميل ومجلد فالكتاب طبعا ما شاء الله يعني يعني يعتبر مرجع لكل الطلبه اللي هم طبعا انا بنصحهم ان هم يقتنوا هذا الكتاب ايه يحلوا فيه كده مع اول ما يخلصوا المنهج على طول ومن دلوقتي كمان ابدا حل فيه تمام في واحد على واحده واحده عايز تحل كمان في اللي هو الامتحانات الشامله المجمعه مم. كم امتحان يا مستر؟ حوالي 27 امتحان 27 امتحان اه امتحان منهم من امتحانات الورك بوك حوالي 27 امتحان يعني انت ممكن تبدا دلوقتي تحل الوحدات اللي هو وحده وحده <applause> على تذاكر الوحده وتحل عليها قدامها اسئله جامده جدا تشغل في افكار جديده وكمان الاسئله الشامله او الامتحانات الشامله تبدا اول ما تخلص على طول تخلص المنهج تبدا بقى كل يوم تاخد امتحان كده ومعاك طبعا الملحق بتاع الاجابه عشان تتاكد متراجع كويس ما هوش ان شاء الله اي اخطاء الاجابات بتاعتك. تمام طبعا الكتاب يعتبر متوافر مع مؤلف الكتاب كلهم الحصول عليه وعشان في طلبه بتبعت لي رسائل كتير ازاي نحصل على الكتاب في محافظات مختلفه والحصول عليه من خلال الستاف مؤلف الكتاب اللي هم معانا في في البرنامج والطالب اللي مش هيعرف يحصل عليه احنا كده كده يعتبر المحتوى بتاع الكتاب تقريبا احنا بنفرعه في خلال الحلقات بتاعتنا في المراجعه بحيث نوضح كل حاجه بالتفصيل للطالب اللي هو ما يقدرش يحصل على الايه الكتاب على على الكتاب تمام. في مفاجاه برده تانية المفروض هننوح عنها في حلقتنا النهارده ان طبعا احنا اشتغلنا في خلال البرنامج بتاع الشرح على مدار الموسم الدراسي اه كان يعتبر احنا مركزين في اللغه الانجليزيه فقط اه اثناء البرنامج المراجعه دلوقتي ابتداء من الحلقات القادمه هنبدا نراجع جميع المواد الدراسيه للصف الثالث الثانوي كل المواد ده تبقى موجوده معانا ابتداء من الحلقات اللي القادمه وطبعا بنتمنى التوفيق لكل طلابنا الاعزاء شرفتنا يا مستر محمد شوفك في الحلقه كارب. القادمه ان شاء الله شكرا شكرا يا مستر عليكم ورحمه الله